اليوم خصصناه نهضروا فيه على مستويات تعلم اللغة الفرنسية، لي نيفو دابخونتيساج دو لا لونغ فرونسيز. اليوم نعرفوا كل ام وكل اب نعرفوا وليداتنا في لا ليكتور في القراءة فين واصلين اشمن نيفو. كل نيفو عنده مراحل كيمر منها. احنا غنشوفوا اليوم لي نيفو اشنا هما وهاد وشنو خاصنا نكونوا عارفين في كل نيفو. هاد الشيء اليوم اللي غنشوفوه اللي كينطبق، هاد لي نيفو كينطبقوا على اي لغه كنبغيو نتعلموها. مثلا هنا عندنا مهاره، اول حاجه مهاره ديال لا ليكتور اللي هي القراءه. عندنا لا كومبريونسيون اورال اي لا كومبريونسيون ايكريت، يعني الوليد ولا البنيه خاصو يفهم اشنو كيتقال ويفهم ويكتب. يعني البرودكسيون ايكريت والبرودكسيون اورال يكتب ويعبر شفهيا كذلك. هادو كاملين كنتعلموهم بالتوازي، يعني من نيفو 1 حتى النيفو 8 كنتعلموهم، ماشي كل وحده بوحده. مثلا لا ليكتور نبداوها من لو نيفو 1 حتى ال 8 عاد نمشيو للكومبريونسيون اورال، لا كنتعلموهم كاملين بالتوازي نيفو مع نيفو، كنمشيو ايتاب باغ ايتاب حتى كنوصلوا للنيفو 8 ان شاء الله اللي كيكون الوليد ولا البنيه متمكنين من القراءه بجميع القواعد ديالها. هاد لي نيفو هما اللي غادي نشوفوهم دابا كاملين. بالنسبه لهنا كيف ما كتشوفوا معايا، عندنا كل نيفو وطبيعه الاعمال اللي كتكون فيه. وبالنسبه للنيفو انا ما كنقصدش به المستوى ديال التلميذ، مثلا التحضيري الثاني الثالث حتى النيفو 8 الثامنه، ما غاديش تكونوا حنا باقيين غير في القراءه، لا حنا كنقصدوا به درجه الصعوبه على الوليدات، هذيك الصعوبه اللي كيلقاوها في القراءه ديالهم. بحال مثلا عندنا لو نيفو 1، لو نيفو 1 كنشوفوا فيه كنقراو فيه لي كونسون سامبل وكنقراو فيه لي فويال سامبل بحال امي سالو. بالنسبه لو نيفو 2، لو نيفو 2 كنقراو فيه لي كونسون سامبل ولي فويال سامبل اللي فيهم لي كا اكسيبسيونيل بحال اس بحال جي، مره كنقراوها زو مره كنقراوها جو. مثال اللي عاطينكم انا بحال غاراج بحال ميز، هذا النيفو الثاني. يعني النيفو الثاني ديال الوليد خاصو يعرف يقرا جي مع ا، جي مع او، غو جي مع ا، غا جي مع او، جو خاصني يكون يفرق بيناتهم بحال ميز اس مع او ما غنقراوهاش س غنقراو ز، فهمتوني؟ في النيفو الثالث، في النيفو الثالث كنقراو كنشوفو لي كونسون سامبل مع لي فويال كومبلكس بحال اي، ما فايتينش ما كيكونوش فايتين جوج ديال الحروف بحال اي يعني ا اي وبحال او اي بحال او اي. مثلا كنقولوا مي كنقولوا لوغ، هادو في لي نيفو ثالث، يعني ا ا اي اس غادي يقراها مي يعني ما غاديش يقرا لينا الاس. في النيفو 4 عندنا كنشوفوا لي كونسون سامبل مع لي فويال كومبوزي ومع لي كا اكسيبسيونيل ديال مره سو مره زو، بحال عندنا ميزون مونجي، هذا في لي نيفو 4. في لو نيفو 5 عندنا لي كونسون سامبل مع لي فويال كومبوزي بلس دو دو لتر بحال اي بحال كنقولوا هادي اي وكنقولوا اي بحال المثال اللي عطيتكم تاي. يعني الى الوليد هذيك اي عرف يقراها راه وصل لو نيفو 5. تاي في هذا هو ليكزامبل بار اكزامبل اللي عطيتكم. بالنسبه للنيفو 6 عنده يقدر يقرا لي مو كونسون كومبوزي اللي كيبداو من زوج ديال الحروف بحال غو بحال فو اف بي اش ديال هنا كيف ما عطيتكم في المثال ديال فارماسي بحال جيتار. ولكن هذا كيبقى لي فويال سامبل مع لي كونسون كومبلكس. في النيفو 7 كيف ما كتشوفوا معايا عندنا لي كونسون كومبلكس مع لي فويال كومبلكس بحال اليفون غانيي اكسيتيرا. في لو نيفو 8
غيولي يقرا لينا لو تيكس، ما غيبقاش عنده حتى مشكل في اي كلمه. ولكن ماشي هاد الكلمات راه الا كان عارفهم كاملين سافو دير انه قاري مزيان ولا كيقرا جيد، يعني القراءه خاص ضروري 5 ديال الشروط يكونوا متوفرين في القراءه ديالو باش نسميوها اون بون ليكتور. هاد 5 الشروط هما اللي غادي تشوفوا معانا دابا، اللي هما لا بونكتياسيون. اول حاجه لا بونكتياسيون، لا بونكتياسيون اي فراز فيها اي علامه خاصو يقراها، يعني علامه تعجب، يعني تكون فراز انتيروغاتيف ولا فراز اكسكلاماتيف ولا اي فراز فيها اي علامه تعجب خاصو يقراها، وخاصو يقراها بالطريقه. يعني مثلا علامة استفهام غيقراه كسؤال، علامة تعجب غادي تكون جملة تعجب، النقطة كتحترم والفاصلة حتى هي كتحترم. بالنسبة لهذا الشرط، الشرط الثاني هو لا برونونسياسيون. لا برونونسياسيون كتنطق بشكل جيد، بحال مثلا مثال بحال جون، كاين جون غينطق جون ولكن هو في البال ديالو راه جون، ولكن لا خاصها تنطق جون ما تنطقش جون حيت كيختلف المعنى. مثلا في الشرط الثالث عندنا لا فيتيس، ما خاصوش يقرا كلمه ويبقى فيها، يعني خاصها تكون ماشي تاني يزرب وماشي يبقى كلمه واحده بحال كنقولوا غنسكنوا فيها، الا القراءة تكون معقولة، يعني لا فيتيس ديال القراية تكون معقولة. الشرط الرابع هو لا ليزون، لا ليزون ما خاصوش يقول ال اي، خاصو يقول الي، حيت الجمالية ديال اللغة الفرنسية كتجلى غير في لا ليزون. يعني كنتمنى تكون فهمتوني. مثلا كاين اللي كيقرا كيقول ال اي هادي هادي هادي، الا نقولوا الي، خاصنا ضروري ديك لا ليزون تكون عندنا حاضره في القراءه الجيده. بالنسبه للشرط الخامس كاخر شرط هو ليكسبريسيفيتي، خاصو يكون عنده التعبير على التكست اللي كيقرا فيه. مثلا بحال كيف قلنا مثلا عندنا علامة تعجب، مثلا جملة كيل بيل ناتور، ماشي غنقول كيل بيل ناتور عادي وندوز، لا كيل بيل ناتور يعني عندنا علامة تعجب. هادي ملي كيتطرح سؤال خاصو يبين على ليكسبريزيفيتي ديالو. هاد الشيء اللي كاين في هاد لي نيفو كاملين، وكنتمنى تكونوا فهمتوا درجة بدرجة. وغادي ان شاء الله في الناس اللي متبعيننا في اللي معانا في الجروب غادي نديرو لكم لي تيكست باش تعرفوا درجات ديال القراءة عندهم، حيت هادو هما الخلاصة ديال لا ليكتور باش الوليد ولا البنية يكون متمكن منهم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.